بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء ده هنفنش اللعبة بإننا نضيف الجيم اوفر وجيت ريدي وال يعني والبداية بتاعت اللعبة وهكذا. يعني ممكن اضيف حتى ممكن اخد تايل حتى، يعني اسهل حاجة ان انا اخد تايل من اللعبة هنا من الفايل هنا ادي كده استخدام الالت. يعني الحكاية كلها ان انا يعني تمام اضيفه ده هنا داير الجيم. و دلوقتي هنشوف الجيم اوفر النظام ده هنستخدمه في ايه. هنحط بقى هنا انا عايزه لما يموت يظهر اوبجكت جيم اوفر مثلا. هنسمي اوبجكت تاني اسمه جيم اوفر. جيم اوفر ده عبارة عن ايه؟ هناخد السبرايت بتاعه من هنا اهو تمام. ادي السبرايت بتاعي هنضيفه في سبرايت خاص بيه. الجيم اوفر ده هيتكريت اول ما البيرد يخسر يموت تمام. بس اول ما البيرد يخسر انا عايز اعمل كده اوبجكت جراوند اف الارم صفر مش اصغر من كده تمام. احط هنا اضيف ان انا انستنس كرييت الاكس هيبقى روم ويدز على الاثنين بحيث انها سنتره، والواي هيبقى هيبقى تحت خالص بحيث انه ممكن نضيف له مثلا باث ان هو يطلع يعني يروح كحركة مثلا، او ان انا احطه على طول في النص كده. بس انا بفضل ان هو يتعمل له حركة مثلا. الحركة دي طالما هيعمل حركة يبقى هو لازم هيبقى أكبر من 256، يعني مثلا نقول 280 أو 200 أو 300 تمام. وهيتكريت فين؟ اللي هيتكريت هيبقى أوبج جيم أوفر. خلصنا الحتة دي. ممكن نستعمل باث حتى عشان ناخدوا فكرة عنه، إنما هو مش لازم بس يعني ممكن تعلموا الباث. نختار الروم بتاعتنا الروم تيست هنحطه كده زي محاكاة يعني كأن الأوبجكت اتحط. بس عشان نشوفه ايه اللي هيحصل بتاعه هقول ان هو الأوبجكت بتاعه 144 على 2 فيها 72 والواي يبقى 300 زي ما قلنا له كده. بقى ده هخليه بقى يعمل ايه؟ يتحرك حسب الباص اللي انا هعمله له. ده هيتحرك كده من هنا هو واحد كده. خليها ارجعها تاني معلش 18 تمام 18. والواي بتاعي بقى يبقى هنا لغاية هنا كده يجي جيم اوفر كده. يعني ممكن حتى دي نستخدمه ان السرعة بتزيد هنا مثلا في بداية سرعته خالص السرعة بتقل اقصد. يبقى هنا مثلا 20 وهنا يبقى سرعته 50 او هنا يبقى سرعته مثلا 40 وهنا يبقى سرعته 50 وهنا سرعته 80. وبعد كده يعني
ونزود الالارم شويه بحيث ان احنا نلحق نشوف الحكايه اللي حصلت دي. نخليه مثلا 120 ونجربه في البدايه خالص. دي مجرد بس، يعني دي مجرد في الحقيقه، انا كده كده هضغط في اي حته هيشتغل. اشتغلنا وشغاله، تمام، وخسرنا جيم اوفر بقى. انا هنا صح، انا هنا مكريتش جيم اوفر اساسا، هعمله ديليت كده وكريت جيم اوفر اول ما يضغط على ال اول ما يخسر يكريت الجيم اوفر اوبجكت جيم اوفر. تمام. هنا احنا عايزين نحرك اساسا جيم، نضيف له الباث اللي احنا عملناه، هو بس عشان كانش متضيف في الباث. و ايوه انا عايز اوقف. تمام، نجربه تاني. عندي هو الحركة بتاعتي وخسر. هو مش عارف ليه، يمكن الباص بتاعه السبيد بتاعه السبيد بتاعه احنا ممكن نخليه بحيث ان هو ياخد حاجة من اللي انا قلته له، فيبقى باص ست او بس ستارت يساوي باث صفر. ممكن اخليه باث جيم اوفر، باث جيم اوفر. تمام، نمسح ده نشوف كده هيعمل ايه. ده مش باث اندكس، انا بضيف الباث على طول. فين؟ ايوه هنضيف الباث. يبدأ بسرعة ستة، هو يبدأ بسرعة بلاش ستة، أربعة مثلا. شوفوا كده نجربه. خسرنا جيم اوفر تلاتي. تمام كده، تمام اوي يعني، ما اظنش ان هي صعبة الدنيا، بس انا لقيت الجيم اوفر ورا، فانا عايز اخلي الدبس بتاعها يقرب، فخليها سالب 100 مثلا بحيث ان لو في ايه اقرب هو ده جيم اوفر برضو اقرب. خليه لما يخلص يقف. تمام كده احنا تقريبا كده خلصنا الجيم، خلصنا اللي احنا عايزين نقوله. الصوت والساوندز يعني ما اظنش ان هي صعبة، ممكن تتنفذ بسهولة. دلوقتي انا هقول حاجة بسيطة جدا، اللعبة اللي احنا عملناها دي مجرد بس يعني بداية لأي لعبة تانية Endless Runner. يعني ممكن بدل ما انا كنت عامل البرد ده ممكن كنت اعمل لعبة تانية، كنت ممكن اخلي هنا في طيارة هليكوبتر وهنا دي عمارات مثلا، او ممكن اعمل حاجة تانية، ممكن اخلي ده مثلا لعبة زي ستيك ران، الراجل بيجري يجري يجري وبعد ما يوصل هناك بعد ما يلاقي حاجة يروح ناطط وهكذا. انا مجرد بس هخليه يبقى زي بلاتفورم عادي جدا، واقف هنا وبيجري بيتحرك وينط
وما بيتحركش، انا بس عايزه يعمل زي ما احنا قلنا هنا، حتى زي ما احنا قلنا. انا بدل ما عندي ال البرد ده، انا ممكن يعني الغي ده خالص كده، واعمل ادي ده البوكس بتاعي مثلا، اخلي بدل ما يكريت العمارات مثلا. طيب انا ممكن اخليه كاريت، ممكن اخلي ده اللاعب، ده البلاير بيجري مثلا، مش بيجري كده، بيجري ده اللاعب ده يبقى بيجري كده، يعني هو مش بيجري، هو مجرد صورة. وتحت هنا في بلوك بيخليه ايه، ما يعني ما يتحركش، ما بينزلش خالص، بحيث ان هو ينط ويرجع تاني بنفس الطريقة. وعندي بلوكات بتيجي عليه، البلوكات دي ممكن يطلع عليها حتى وهي بتتحرك كده، ويفضل يتحرك، وبعد ما يتحرك ينزل تاني. طبعا هي دي اللي بتتحرك له، وبعد ما يتحرك الحكاية دي يكررها تاني. او ممكن اعمل لعبة تاني خالص نفس الحكاية، يبقى في بلوكات كده، ويبقى مثلا في واحد او هليكوبتر مثلا، او ان انا عايز اقول حاجة تانية خالص، يعني بدل ده وده ممكن اعمل حاجة تانية، ممكن اعمل نفس الروم اللي احنا عاملينها دي، بس نخليها بالعرض بالطول كده، وممكن يبقى زي البيرمو نفسهم. ادي اهو ايده اهي، بيبقى نازل، وهو نازل، او باتمان مثلا او سوبرمان عادي. ممكن اعمل الكاركتر اللي انا عايزه ده، يبقى نازل ويبقى فيه مثلا عوائق بتجيله، وهو بيتحرك يمين وشمال. يعني هي دي الحكاية كلها، ان هو بينزل ينزل مثلا، وبعد فترة ما وهو بينزل ينزل المية ويوصل اللي هو عايزه. يعني الحكاية كلها مبنية على اساس ده، هي الروم محدودة، مفهوم كويس قوي حدودها فين، وانا عندي ده اللي بيحركني ودول اللي بيجوا عليا، هي دي الحكاية كلها. فانا يعني عايزك تتخيل ان انت بتعمل لعبة من الالعاب دي، تعتمد اعتماد كلي على طبعا البرمجة بتاعتك والجرافيك تاني حاجة، وممكن يكون الجرافيك أول حاجة، بس يعني بعد ما تعمل أنت ستوري حلو وكده، يعني هي الجرافيك هيجي في المقام التاني. يبقى أنت دلوقتي ممكن تعمل أي لعبة من الألعاب دي، ممكن تعمل واحد على مكنسة، واحد قاعد على المكنسة مثلا وبيطير وبيعدي حاجات، وفي وحوش جاية عليه جاية تاكله، ويعني الحكاية سهلة أصلها، وهو بيتحرك فوق وشمال فوق وتحت. الحكاية مش محتاجة يعني وادي الروم كلها. فالإندلس رانر جيمز هي عبارة بس إن أنت بتعمل روم افتراضي إن هو بيتحرك، بإضافة خلفية بتتحرك الناحية دي أو الناحية دي حسب الجيم بتاعك عامل إزاي، وبتعمل عوائق. العوائق دي بتجيلك من بره الروم، وبعد كده بتدخل بسرعة معينة. السرعة دي انت ممكن حتى تزودها بمرور الوقت، ممكن تصعب عليك الجيم كل ما يزيد الوقت، وممكن تضيف اللاعب بتاعك حسب انت عايزه يتحرك فوق او تحت، او يبقى مجرد نط، او يبقى يعني بيتزحلق مثلا، عادي اي حاجة انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. فاللعبة يعني الحكاية الاندلس رانر جيمز، يعني ما يعني انت ممكن تعمل افكار متعددة وسهلة التنفيذ، ما اظنش ان هي صعبه. وادينا شفنا يعني فلابي بيرد لعبه يعني وصلت كتير، ومجرد هي فكره بسيطه جدا، يعني ما خدتش وقت من صانعها نفسه، لكن اهو تعب جاب فكره صعبه جدا انا مش عارف اكسبها، وجاب لك اللعبه دي اللي انت دلوقتي بتفرح لما تجيب فيها هاي سكور. كده احنا ممكن نكون خلصنا الدرس ده، ان شاء الله نشوفكم في دروس تانية. ملف الجيم ميكر فايل النهائي اللي انتوا شايفينه ده هينزل على النت، عايزين تستخدموه استخدموه، ولكن ارجو بس ان يعني لو عجبكم الدرس يعني ما تنسوناش بالدعاء، وشكرا لمتابعتكم للدرس، نشوفكم في دروس تانية.
بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.